ينضم إلينا من تونس السيد محمد بوعود المحلل السياسي. سيد محمد، أهلا بك. هذه هي المرة الأولى تحدث فيها مناظرات تلفزيونية في انتخابات رئاسية في تونس، ما الذي أضافته إلى المشهد التونسي وإلى الناخب تحديدا؟ لا، هي بالتأكيد أضافت الكثير، لأنها لأول مرة تنتظم في مثل هكذا أجواء انتخابية يغلب عليها التنافس حتى عدديا. لا تنسى أن هناك 26 مترشح، يعني في أمريكا كانت تحصل بين مترشحين، حتى في موريتانيا حدثت بين مترشحين أيضا سنة 2017 أعتقد، لكن أن تحدث بين 26 مترشح وعلى 3 دفعات فهو ما أعطاها زخما شعبيا. وقد لوحظ ارتفاع عدد متابعي القناة الوطنية ساعة بث هذه المناظرات إلى أكثر من 7 ملايين مشاهد، وانشغال في جميع المقاهي ومتابعة من الشارع التونسي، وهو ما يعني نقلة نوعية في تعاطي الناس مع شخص الرئيس الذي لم يعد ذلك المقدس أو السر أو الغامض، بل أصبح موظفا ساما في الدولة يستمع الناس إليه، وهو يجيب المذيع، وهو يناقش زملائه في الاستوديو، وهو يعبر عن أرائه، يخطئ ويصيب، وفيهم حتى من يتأتأ ومن لا يجد الجواب وغير ذلك. يعني أصبحت المسألة عادية وبدأ الناس يتعودون عليها، وبالتأكيد في المناسبات القادمة ستكون أكثر سلاسة وأكثر ربما جذب للمتابعين في تونس والوطن العربي. طيب، بعد هذا التناظر والتفاضل والتباين بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، هل يمكن أن تنحصر المنافسة بين شخصيتين أو ثلاثة ربما بين هذا الكم من المرشحين؟ هو بالتأكيد هذا الكم من المترشحين فيه مجموعات متقاربة، نستطيع أن نجزم أن هناك صفا أول من المترشحين وصف ثاني وربما حتى صف ثالث من الذين ربما حظوظهم تبدو بعيدة جدا، أي جماعة 1 فاصل أو 0 فاصل أو غير ذلك. هناك مجموعات ربما تتراوح بين 4 و5%، وهناك مجموعة ستتصدر، لكن داخل هذه المجموعة لا يمكن أن نجزم بأن فلان قد يمر من الدور الأول بأكثر من 50%، كما لا يمكن أن نحدد شخصين سيمران إلى الدور الثاني. هناك كوكبان من 5 إلى 6 أشخاص يمكن أن نسميها حتى اعتمادا على ثقلها السياسي وثقلها الحزبي، والآن بعد هذه المناظرات وبعد الحملة الانتخابية ثقلها الشعبي في الشارع التونسي، مثل رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، مثل السيد عبد الفتاح مورو، السيد عبير موسي، السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، حتى السيد نبيل قروي ما زال في السجن وما زالت شعبيته مرتفعة نوعا ما. وهنا تدعو المفوضية الاتحاد الأوروبي سيد محمد على المراتب الأولى. سيد محمد، بعثة الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إطلاق سراح السيد نبيل، هل ستتم الاستجابة لهذا المطلب؟ وإذا لم تتم، ألا تخشى تونس من الطعن في نزاهة انتخاباتها من خلال بعثة الاتحاد؟ بالنسبة لتونس ما يحصلها ضد هذا الطعن هو أن المسألة بيد القضاء، وأن من أحاله هو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقطب القضائي لتبييض الأموال والإرهاب. بعثة الاتحاد الأوروبي طالبت بإطلاق سراحه حتى تتكافأ الفرص، وهو فصل دستوري في تكافؤ الفرص بين كل المترشحين. لا ننسى أن بعثة الاتحاد الأوروبي تتعاطى مع الهيئة المستقلة للانتخابات التي سمحت لقناة خاصة بمحاورته، لكن وزارة العدل طلبت أن يسمح له قاضي التحقيق الذي أحاله على السجن، وبالتالي المسألة تونس تستطيع ربما أن تتخلص من هذا الاتهام وتتحصن بالقضاء. شكرا، ربما الاعتداء على شكرا جزيلا لك السيد محمد بوعود المحلل السياسي ضيفنا من تونس، شكرا جزيلا لك.